بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي نشحن أكواد ببجي، اللي هو مثلا ممكن تشتري كود 660 شدة، بقى تحتاج إن أنت تشحنه، فهتضطر إن أنت تدخل على موقع ببجي بقى وإيه هتوه جوه الموقع علشان تعرف تشحن الكود، وفي الآخر ممكن ما تشحنوش فتزهق والكود يتوه منك أو حاجة زي كده. المهم دلوقتي هنعرف مع بعض إزاي نشحن الكود ده بطريقة سهلة جدا ومن غير أي معقدات. طيب اول حاجه هنعملها هندخل على الموقع اللي احنا شايفينه دلوقتي ده جنب الشاشه، او هسيب لكم الموقع تحت الفيديو. بس اهم حاجه علشان تدخل هنا هيجيب لك رمز الاسترداد، بيقول لك يرجى ادخال رمز الاسترداد اللي هو الكود يعني اللي انت هتكتبه هنا. الكود ده طبعا معايا، انا هوري لكم شكل الكود دلوقتي عامل ازاي، ولكن انت هنا لما بتيجي تضغط على يرجى ادخال رمز الاسترداد ما بيجيبش اي حاجه. ليه بقى ما بيجيبش اي حاجه؟ علشان انت في خطوه لازم تعملها قبل ما تدخل على الموقع ده. ايه هي الخطوة دي؟ انك هتيجي على فوق كده خالص في الموقع على جنب، هتسجل الدخول، هتضغط على تسجيل الدخول. بعد ما تضغط على تسجيل الدخول هنا بيقول لك يرجى تسجيل الدخول. فطبعا انت لو عندك لو رابط اللعبة بفيسبوك او بريد الكتروني عادي هتعمل دخول بالبريد الالكتروني او بالفيسبوك، ولكن لو ما عندكش بقى او مش عارف يعني ايه ده، فاعمل ايميل جديد وريح دماغك تمام، او اضغط على ايه طرق اخرى لتسجيل الدخول بالفيسبوك وادخل بالفيسبوك عادي. المهم تابع معايا كويس جدا واعرف انا هقول ايه. هنا بيقول لي ادخل الرقم المحمول او البريد الالكتروني وكلمه السر بتاعه الفيسبوك، هكتبهم تمام، هكتب الباسورد والبريد بتاعي علشان ادخل على حساب الفيسبوك، وبعد كده اضغط متابعه. طيب بعد ما ضغطت على متابعة هنا هيدخلني على الصفحة تاني، هيرجعني على الصفحة. ولكن هنا بقى في خطوة مهمة، لو انت بتشحن لواحد صاحبك او عايز تشحن رمز الاسترداد ده او كود الهدايا ده لواحد صاحبك، فانت عليك انك هتعمل خطوة واحدة بس. ايه هي الخطوة دي؟ هتضغط على تعديل وهتضغط هتكتب هنا الاي دي بتاع اللاعب اللي انت عايز تشحن له الكود ده علشان ما تشحنوش لنفسك، لانك كده دخلت بحساب الاكونت بحساب الفيسبوك بتاعك، وهتشحن على الحساب بتاعك انت مش هتشحن على حساب صاحبك. لو انت عايز تشحن على حسابك بقى هتتأكد من اسم الحساب، يعني مثلا انا عايز اشحن على حسابي اللي هو ايه جابني عليه على طول اول ما دخلنا هنا، فهضطر ان انا ايه اضغط ادخل هنا رمز الاسترداد على طول من غير اي مشكلة تمام، ولكن هتتأكد من اسم الحساب اللي بيبقى ظاهر تحت ده علشان ما تشحنش بطريقة غلط. طيب بكده هنكون خلصنا، وطبعا ده بعد التحديث الاخير. في الاول كنت ممكن تدخل على الرابط وتكتب الاي دي بتاعك او الاي دي بتاع صاحبك اللي انت هتشحن عليه، وبعد كده بتضغط على ايه بتحط رمز الاسترداد بتاعك اللي هو ده رمز الاسترداد يا جماعه اللي انا قلت عليه من شويه علشان بس ما انساش، وبعد كده بتضغط على اوكي. فايه بيقول لك بيروح شاحن على طول لما بتبقى انت حاطط الاي دي اللي انت هتشحن عليه. دلوقتي لازم تعمل الموضوع اللي انا قلت لك عليه، لازم تسجل دخول الاول بالفيسبوك، وبعد كده بيظهر لك ان انت ينفع تدخل رمز الاسترداد في الخانة اللي موجودة دي تمام. طيب بكده هنكون خلصنا موضوع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.